أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن أكملنا الفيديو أي 10 أي 0 10 أي 0 10، الآن نسجل الفيديو أي 0 11 أي 0 11 يعني أي 0 11. حقيقة شرحنا بال محاضرة الفاتت مثل ما تذكرون النورمال اند تنجنشال كومبوننتس، وحلينا عليها مسائل وأمثلة وكذا. اليوم راح نجي إلى البولر كوردينيتس. إذا تذكرون بمحاضرة الكيرفلينيار، هاي محاضرة الكيرفلينيار هي موجودة عندكم، كل المحاضرات موجودة عندكم من زمن بعيد تقريبا يعني. هاي المحاضرة إذا تذكرون اللي شرحنا عليها، قلنا عندنا ثلاث أنواع من الكوردينيتس، ثلاث أنواع من الإحداثيات. قلنا ركتانجولر وشرحنا عليه وحلينا مسائل، وقلنا النورمال آرم تانجنشال كوردينيتس وحكينا عليه أيضا وشرحناه وحكينا عليه وعطينا عليه أمثلة ومسائل. هسه الأخير اللي هو البولر كوردينيتس، البولر كوردينيتس الإحداثيات القطبية أو القطبية. هذه الإحداثيات البولر كوردينيتس هي هسه راح نشرحها ضمن موضوع النورمال اند تانجنشال كومبوننتس، يعني المحاضرة الفصل معنا. هسه إذا نرجع للذاكرة مالتنا، خلي نفهم شنو البولر. إذا نرجع للذاكرة مالتنا، زين، إذا نرجع للذاكرة مالتنا بخصوص الإحداثيات، نتذكر بالثانوية أنه إحنا عندنا نريد نحدد نقطة، شنو نحددها؟ هاي نقطة A، هذا الإحداثي X وهذا الإحداثي Y. إذا أردنا نحدد النقطة هاي نقطة A، نأخذ بالإكس إيش قد، هاي النقطة إذا نسقطها على الإكس إيش قد يطلع قيمتها على الإحداثي إكس، فنكتب الإحداثي مالها إكس هنا. وإيش قد إذا نسقطها على الواي إيش قد يطلع الإحداثي مالها بالواي، إيش قد قيمتها على الواي إكسز، هذا الواي قيمتها نسقطها هنا، فتصبح النقطة A بإحداثيات X وY قيمتها على X وقيمتها على Y. وأي نقطة راح نعرف قيمتها على X وعلى Y إذا كان 2 dimensional راح نعرف وين مكانها استنادا على قيمتها بالX وقيمتها بالY. إذا نحتاج أي نقطة حتى نرسمها ونحدد مكانها، لازم نعرف إيش قد واقعة، إيش قد واقعة على X وإيش قد واقعة على Y. وهاي الطريقة اللي كنا نسميها الكارتيزيان أو الركتانجولار، أنه نعرف قيمة أي نقطة أو نحدد مكان أي نقطة من خلال إحداثياتها على الإكس أكسس والواي أكسس. هسه إذا رحنا للبولر، شنو هو البولر؟ نفس هاي النقطة، تلاحظ هاي النقطة، شوفها احنا هذا كارتيزيان، نفس النقطة هاي اي اذا اطلع بعدها عن نقطة الاصل الار، هذا نسميه الراديوس او البعد مالها من الاو للاي ار، وهذا الخط هو الار اللي نقول مثلا نصف قطر من المركز الى نقطة اي، ايش قد يخلق زاوية مع الاكس اكسس ثيتا. فأيضا أقدر أحدد نقطة A، نفس النقطة بطريقة أخرى مو عن طريق الإكس والواي. شو أقول؟ أقول نقطة A تقع على نصف قطر R بزاوية ثيتا. يعني إذا عرفت إيش قد تبتعد هاي النقطة عن مركز الإحداثيات، مركز أو نقطة الأصل،
وبيا زاوية راح اقدر اعرف وين صايرة الاي. اذن اكو طريقتين عندي صارت، او طريقة اخرى هي طريقة البولر، فاني اقدر احدد النقطة اما عن طريقة الكارتيزيان اكس واي، واما عن طريق الار والثيتا، وكلاهما لنقطة اي، كلاهما يعطان نفس الموقع لنقطة اي، كلاهما يعطيان نفس المكان لنقطة اي. اذا كأنما اني اقدر اتحدث بلغتين احدد بيها مكان نقطة اي، اللغة الاولى هي لغة الاكس والواي، واللغة الثانية هي لغة الار والثيتا. هاي اللغة اللي هي الار والثيتا هي البولر، او هي مبادئ البولر، او البولر بشكل مبسط، بشكل مبسط. واضح؟ هسه نيجي على محاضرة البولر كوردينيتس الار والثيتا. اذا انا عندي هسه ار وثيتا اللي حدد الموقع مال الجسيم. يعني لو كان عندي جسيم، هذا جسيم اي، هذا الجسيم يسير على هذا البات، على هذا المنحني، خلينا نقول هذا ريكتانجولار، العفو ريكتلينير كيرف، هذا ريكتلينير موشن اون كيرف، اكو حركه على هذا الكيرف، جسيم يتحرك على هذا الكيرف، في لحظه ما في زمن ما كان في موقع نقطه اي، دا يمشي، خلينا نقول وقفت الزمن في هذه النقطه. سابقا تعلمنا شلون نطلع احداثي هاي النقطه بناء على الريكتانجولار كوردينيتس، وبعدين طلعناها بناء على النورمال والتانجنشال كوردينيتس. هسه راح نطلعها باستخدام البولر كوردينيتس. فهاي النقطه اي ايش الها هسه بالنسبه للبولر؟ الها هذا المسار او البعد ار عن النقطه او. وش الها بعد؟ الها الزاويه ثيتا. اذا انا اقدر احدد النقطه اي من خلال الار ومن خلال شنو؟ الثيتا. مو مثل ما هسه حكينا؟ ايش خلق لي هنا؟ خلق لي ان النقطه الها بعدين لازم اعرفهم. البعد الاول حركتها باتجاه الار، هذه حركتها باتجاه الار، قد يكون ابتعادا وقد يكون شنو؟ اقترابا. يعني الار قد ينقص وقد يزداد حسب المسار. وهذا حتى نحدده اذا اردنا نستخدم الفكتر وعلم المتجهات، وهذا ما راح نستخدمه. زين؟ فراح نقول اليونت فكتر لهذا الاحداثي ار، لهذا الاكسس ار، راح يكون اي ار. شلون طلعنا اليونت فكتر مال المماس التانجنشال؟ سميناه اي تي بالمحاضره الفاتت مال النورمال والتانجنشال. فهذا هو الاي ار. وبعد ايش عندي؟ عندي مسار اخر، هو شنو؟ هو مسار الزاويه. شوف الزاويه قل او 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 تزداد بهذا الاتجاه، صح ولا لا؟ فاذا هاي ثيتا. هذا ايش راح اقدر اذا ترجمته او اذا وصفته من خلال الفكتر علم المتجهات، ايش راح يكون؟ راح يكون هذا اليونت فكتر مال الثيتا. تتذكرون بالمحاضره الفاتت مال النورمال اند تنجنشال قلنا اكو يونت فكتر نورمال اي ان، تقريبا الطريقه متشابهه، عندي هنا اي ار وعندي هنا اي ثيتا، يونت فكتر للار ويونت فكتر للثيتا. يونت فكتر للار نسميه راديال يونت فكتر، وهذا شو نسميه؟ نسميه انجولار يونت فكتر، انجولار يونت فكتر. واضح؟ فإذا the position vector r، يعني الموقع الاتجاهي r to the particle للجسيم at a، في نقطة a
له مقدار ماجنتيود يساوي الراديال ديستنس، المسافة القطرية، يا هي r، هاي سمول r، and a direction، واتجاه محدد by unit vector er. مفهوم؟ هذا هو اليونت فيكتور er. thus we express the location of the particle A with this way. ايضا ايش عندي اني؟ عندي اليونت فيكتور، عندي اليونت فيكتور اي ار، واليونت فيكتور اي ثيتا، زين، ممكن ان يستخدم الان لوصف الموشن، زين، وصف الموشن مال الجسيم، واضح؟ فاقدر اقول بصيغه الفيكتور ان موقع النقطه اي هو r vector، هذا r vector يساوي لي r magnitude، مقدار البعد القطري radial distance او المسافة القطرية او الازاحة القطرية، وهاي قيمة ال r، قيمة scalar هنا، مضروبة في اليونت vector للراديال يونت vector، قيمة اليونت vector او الراديال يونت فيكتور اللي هو هذا، شوفه هذا قيمته فيكتور وهذا قيمته سكيلر، اثنيناتهم يعطوني القيمة الاتجاهية ار بموقع اي بصيغة المتجه. طبعا هذا الحكي كنا شرحناه على الشكل 2.13 اي اللي هو هذا امامك. هسه اذا ننتقل للشكل بي، نفس الشكل بس بي فرع بي من هذا الشكل، تلاحظ انه اذا تحرك الجسيم من نقطه الى نقطه، خلينا نقول من اي الى اي داش، راح يصير الاي ار اي ار داش، والاختلاف طبعا هذا باتجاه الثيتا الموجب، والاختلاف التغير راح يكون دي اي ار، وهنا ايضا راح يتحرك باتجاه الزاويه، طبعا الزاويه راح تزداد او تقل، زين، فايضا راح يكون هنا عندي من اي ثيتا الى اي ثيتا داش، والتغير هو دي اي ثيتا، وراح يكون باتجاه الارس. ليش؟ لان هذا ينطبق باتجاه الارس، لان الار موجب هذا الاتجاه، هذا ار موجب. واضح؟ واضح؟ هاي العمليه طبعا هي اشتقاقات بحتة في موضوع من؟ في موضوع المتجهات. وهنا عندي المتجهات بشكل راديال اند انجولار، واضح؟ يعني زوايا واقطار، بمتجهات باشتقاقات، مشتقات اشتقاق متجهات الزوايا والأبعاد القطرية. هذا ملخص هنقول عنه. الآن خلنا نتذكر من المحاضرة السابقة أن السرعة الاتجاهية تساوي المشتقة للإزاحة، ولا لا؟ اتجاهية، يعني فيكتور السرعة هو يساوي لي مشتقة فيكتور الإزاحة، V يساوي R دوت، زين، والتعجيل هو مشتقة، ومتجه التعجيل هو مشتقة متجه السرعة، واضح؟ مشتقة متجه السرعة أي يساوي V دوت، وعليه راح نحصل طبعا لازم نستخدم اليونت فيكتورز اي ار واي ثيتا باشتقاقاتنا هاي، حتى لازم نحصل من عندها على الاي دوت ار واي دوت ثيتا، يعني مشتقة اليونت فيكتور اي ار ومشتقة اليونت فيكتور اي ثيتا،
بنفس الطريقة بالضبط اللي استخدمناها بالموضوع السابق من حصلنا على مشتقة الـ E dot E T dot ومن طلعنا الـ E T dot حتى نحصل التعجيل بطريقة بموضوع النورمال أند تانجنشال. من طلعنا مشتقة التانجنشال يونت فيكتر بالموضوع السابق. نفس الطريقة راح نستخدمها اللي طلعنا بيها المشتقة التانجنشال يونت فيكتر راح نطلعها للحصول راح نستخدمها للحصول على مشتقة الاي ار دوت والاي ثيتا دوت. يعني اليونت فيكتر الراديال يونت فيكتر مشتقة الراديال يونت فيكتر ومشتقة الانجولار يونت فيكتر. واضح؟ وهذا الشكل دا يوضح لك هذا، يعني بس تتبع هذا الموضوع، تتبع الشكل والاشتقاق وياه. وهنا يحكي لك على التغير بالدي اي ار، هذا شرحت لك اياه توني هسه شو يصير دي اي ثيتا ودي ار واتجاهاتها وين. واضح؟ ونقدر نقول نقدر نكتبهم بان الدي اي ار هذا هو شو الدي اي ار هذا 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 التغير بالاي ار يساوي لي الاي ثيتا دي ثيتا الاي ثيتا دي ثيتا والدي اي ثيتا هذا شوف الدي اي ثيتا يساوي لي ناقص اي ار دي ثيتا ناقص اي ار دي ثيتا. ليش؟ من ناتج اتجاههم بهذا الاتجاه، تغيرهم يكون بهذا الاتجاه، هذا بالدي ثيتا لاحظ وهذا ايضا بالدي ثيتا يعني الدي ثيتا هاي هاي الدي ثيتا. فاذا اذا قسمنا هذا الحد وهذا الحد على الدي ثيتا ايش راح نحصل؟ نقول دي اي ار شوف هاي دي ار على الدي ثيتا يعني هذه ثيتا يجي هنا دي ثيتا على ثيتا تصير واحد في قوس الاي ثيتا يساوي الاي ثيتا والدي اي ثيتا على دي ثيتا راح يساوي للناقص اي ار. واضح؟ وبطريقة أخرى ممكن أن نستخدم هاي الإكسبرشنز ونقسم على الدي تي على الزمن فنقول الدي اي ار على الدي تي معناه شنو؟ معنى الدي ثيتا الدي ار الدي اي ار على الدي تي معنى شوف هذا الحد بروح هذا شوف الحد شوفه دي اي ار يساوي اي ثيتا دي ثيتا اذا قسمناه على الدي تي راح يصير دي اي ار على الدي تي يساوي اي ثيتا دي ثيتا على الدي تي. لاحظ دي اي ار دي على الدي تي يساوي دي ثيتا على الدي تي اي ثيتا. خب واضح. ونفس الشيء اذا قسمنا هذا الحد اللي هو الدي اي ثيتا يساوي ماينص اي ار دي ثيتا على الدي تي راح يكون دي اي ثيتا على الدي تي يساوي ناقص اي ار دي ثيتا على الدي تي او ناقص دي ثيتا على الدي تي اي ار. مفهوم؟ مفهوم؟ دي اي ار عديت يعني مشتقة الاي ار للزمن يعني مشتقة اليونت فيكتور الراديال يونت فيكتور للزمن راح كانه شنو السرعة باتجاه راديال راح يكون اي دوت ار مشتقة اليونت فيكتور راديال يونت فيكتور اي ار دوت يساوي لي مشتقة الثيتا للزمن هو الثيتا دوت وهي السرعة الزاوية والاي ثيتا هي اليونت فيكتور الانجولار يونت فيكتور اللي قبل شوي شرحنا عليه بالمثال بالشكل 2.13 اي حددنا وين الاي ار وين الاي ثيتا. مفهوم؟ كذلك بنفس الطريقه راح يكون الاي من احنا قسمنا او اشتقينا الدي اي ثيتا للدي تي للزمن فصار عندي اي دوت ثيتا او اي ثيتا دي دوت اي ثيتا دوت يساوي لي ماينس دي ثوت على دي ثيتا على دي تي اللي هو الثيتا دوت اللي هي السرعه الزاويه في الاي ار ماينس ثيتا دوت. يعني اترجمها بلغه اخرى
مشتقة الراديال يونت فيكتور تساوي لي مشتقة الثيتا يعني السرعة الزاوية في اليونت فيكتور الزاوي الانجولار يونت فيكتور، و مشتقة الانجولار يونت فيكتور الاي ثيتا دوت يساوي لي ماينس السرعة الزاوية ثيتا دوت بمن؟ باليونت الراديال يونت فيكتور اي ار. هذا هسه الحكي مالنا اشتقينا علاقات اليونت فيكتور بالاتجاه باتجاهات البولر الار والثيتا ومشتقاتهما. هسه نجي للسرعة، نجي لمن؟ للسرعة. السرعة احنا قبل شوية ايش قلنا؟ قلنا ان الار الموقع الاتجاهي يساوي ار الازاحة مطلق الازاحة او مقدار الازاحة في اليونت فيكتور الراديال، مو اليونت فيكتور الراديال، راديال يونت فيكتور مو لولا، مو قبل شوية قلنا؟ هذا اذا اشتقيناه الار شو نحصل؟ الازاحه الاتجاه اذا اشتقيناه شو نحصل؟ السرعه الاتجاهيه، مو صح؟ فاذا هاي المعادله هسه حكينا عنها ار يساوي ار اي ار، هذه اذا جينا واشتقيناها الار سويناها ار دوت ايش حصلنا؟ حصلنا الفي، يعني مشتقه الازاحه الاتجاهيه ار دوت هو شنو؟ هو السرعه الاتجاهيه في. إذن السرعة الاتجاهية V تساوي الار دوت وتساوي. هسه احنا نعرف ان الار هي قيمتين ار واي ار، وذولا كلاهما بالاشتقاق قابلان للاشتقاق. فشلون نشتقهم ذولا؟ نشتقهم بطريقة الاشتقاق السمبل المعروفة بالرياضيات، انه نثبت الاول ونشتق الثاني، زائد نثبت الثاني ونشتق الاول. يعني راح يكون ار دوت مشتقة الاول في الثاني اي ار، زائدا ار الاول في اي دوت ار في اي ار دوت مشتقة الثاني. واضح؟ فراح تصير الفي يساوي الار دوت ويساوي ار دوت اي ار زائد ار اي ار دوت. مفهوم؟ طبعا هسه تلاحظوا من هاي المعادله، شوف هاي المعادله بها حدين ار دوت اي ار زائد ار اي ار دوت. هذا الاي ار دوت الاي ار دوت اللي هو هذا بالمعادلة قبل شوية تتذكر اشتقنا للدي تي، هذا ان الاي ار دوت مشتقة اليونت فيكتور القطري يساوي لي او الانجولر سوري الراديال يونت فيكتور مشتقة الراديال يونت فيكتور يساوي لي السرعة الزاوية في الانجولر يونت فيكتور، مو لولا. هسه هذا اذا جبناه الثيتا دوت اي ثيتا عوضناه بمكان الاي دوت ار، ومو يساويها عوضناه بمكان الاي دوت ار، ايش راح يصير؟ راح الار تبقى، بس شو يصير بمكان الاي دوت الار دي الاي ار دوت؟ راح يصير بمكانها ثيتا دوت اي ثيتا، ثيتا دوت اي ثيتا. فصارت المعادله اثنين، صارت المعادله هاي صارت معادله جديده انه الفي تساوي يعني السرعه مشتقة العفو السرعة الاتجاهية الفكتر للسرعة velocity يساوي r dot er وهو الحد الأول من المعادلة السابقة ما لعبنا به r dot er زائدا الحد الثاني صار بيه تغيير لأن عوض 2.12 بمكان ال er dot صارت r theta dot e theta. وخلال هاي المعادلة 2.13 راح تلاحظ عندك مشتقة مقدار الإزاحة مضروبة في شنو؟ في اليونت فيكتور الراديال القطري زائد الإزاحة نفسها مقدارها يعني نصف القطر مقداره في السرعة الزاوية ثيتا دوت في الأنجولار يونت فيكتور الأنجولار يونت فيكتور. واضح؟ هاي المعادلة 2.13.
من هاي المعادلة راح نفهم أنه الفي آر هو الآر دوت، يعني السرعة الآر دوت هي السرعة الآر دوت، الآر دوت سكيلر هو السرعة سكيلر، والفي ثيتا يعني السرعة في الزاوية هو وكمقدار وليس اتجاه هو نصف القطر في السرعة الزاوية. واضح؟ والسرعة بشكل عام كمقدار وليس اتجاه هي مربع السرعة القطرية VR زائد مربع السرعة باتجاه ثيتا، كل هذا مقدار يعني سرعة زاوية مقدار تحت الجذر راح يعطيني السرعة بشكل عام. لاحظ الآن خلينا نشوف هاي نقطة A وهاي نقطة A داش وهذا الباث. الA الجسيم يتحرك من A إلى A داش، ندرس حركته من A إلى A داش. لاحظ بنقطة A هو كان عنده VR وشنو V ثيتا وكلاهما متجهين. المتجه V هو المتجه المحصل مال ذن المتجهين. عندما التقى الى نقطة A داش صارت السرعة مالته باتجاه الراديان هي VR داش وباتجاه الانجولار هو V ثيتا داش، والمحصلة مال ذني المتجهتين هي V داش. واضح؟ مفهوم؟ مفهوم؟ لازم الطالب يدرس اشتقاقات المتجهات حتى يقدر يفهم هذه المعادلات اللي بدنا نحكي عليها، لازم يفهمها. هنا نجي للتعجيل. هسه احنا حصلنا هاي علاقة السرعة، شوفها هاي علاقة السرعة حصلناها قبل شوي 2.13، وحصلنا القيم المطلقة للسرعة، القيم السكيلر للسرعة، شوفها هاي واضح، وهاي قلنا المعادلة 2.13 هي القيمة المتجهة للسرعة، مقدار المتجه للسرعة الاتجاهية، سرعة اتجاهية يعني مقدار واتجاه ودايركشن. هنا فقط مقدار، فقط سكيلر لهاي القيم اللي قلنا عليها قبل شوية. واضح؟ هسه نجي الاكسلريشن للتعجيل. اشتقينا السرعة، وين نجي هسه؟ نشتق التعجيل. طبعا من البداية احنا نعرف ان التعجيل الاتجاهي هو مشتقة السرعة الاتجاهية، يعني V دوت A يساوي V دوت، هاي معروفة حكينا عنها بالمحاضرات السابقة. واضح؟ هسه احنا من هاي من هذه اذا اشتقينا ال V دوت ايش راح نحصل؟ اذا اشتقينا ال V دوت ايش راح نحصل؟ هنا الاشتقاق شوية مثل ما يقولون دسم. ليش؟ لان بي ثلاث خلينا نقول ثلاث معاملات او ثلاث متغيرات سوى نشتقها. تفهم شلون؟ عندك ار وثيتا دوت واي ثيتا، تلاحظ؟ زين؟ واضح؟ واضح؟ مبينة. زين هسه نبدي نقول ان الاي متجه التعجيل يساوي المتجه السرعة مشتقة متجه السرعة ويساوي، خلينا نشتق وشوف. لحظة، الحد الاول راح ارجعك انا، هذا هو الحد الاول من الفي لان اشتقه ار دوت اي ار. شوف ايش صار هنا، ار 2 دوت اي ار زائد ار دوت اي ار دوت. ليش؟
لانه ارجع له، لانه هذا الار دوت يشتق والاي ار يشتق، فاثبت اشتق الاول واثبت الثاني، والنوب اشتق الثاني واثبت الاول، فراح هذا الحد يعطيني شنو؟ حدين. شوف هنا شطاني، نعم حدين، الحد الاول صار ار 2 دوت اي ار، وبعدين ثبتت الثاني اللي هو الار دوت واشتقيت اشتقيت هذا الاي ار صار اي ار اي ار دوت، فاذا صار ار 2 دوت اي ار زائد ار دوت اي ار دوت. هذا الحد الاول، هاي مشتقه الحد الاول من اشتقاق السرعه الاتجاهيه. الحد الثاني مثل ما هسه اسلفت راح يعطيك ثلاث حدود. ليش؟ لان ثلاث متغيرات، اثبت واحد واشتق، اثبت واحد مو، فهسه ايش راح يصير عندي؟ انتبه لاحظ هذا الحد، شوفه ار ثيتا دوت اي ثيتا، ار ثيتا دوت اي ثيتا، هذا من راح اشتق ايش راح يصير؟ راح يصير ار دوت ثيتا دوت اي ثيتا، يعني الثيتا دوت والاي ثيتا ثبتتهن، شو اشتقيت؟ اشتقيت الار، فايش حصلت؟ حصلت ار دوت ثيتا دوت اي ثيتا. مرت اللوخ ايش سويت؟ مرت اللوخ ايش سويت؟ مرت اللوخ ايش سويت لهذا الحد؟ اشتقيت هاي الثيتا دوت وثبتت الار والاي ثيتا. زين؟ فايش صار؟ صار ار ثيتا 2 دوت اي ثيتا. المرت الاخيره ايش سويت؟ سويت ثبتت الار واشتقيت الثيتا دوت والاي ثيتا، فصار ار ثيتا دوت اي ثيتا دوت. مفهوم؟ صارت ثلاث حدود. صار عندي ايش قد هسه؟ خمس حدود. واضح؟ خل اباوع ايش عندي هنا؟ ايش عندي؟ انا مشكلتي بهاي المعادله هي مشتقه اليونت فيكتور. كم يونت فيكتور عندي الى مشتقه هنا؟ عندي الاي ار دوت، هذا يونت فيكتور مشتقه الي، مشتقه يونت فيكتور الراديال. وعندي الاي ثيتا دوت، هذا مشتقه الانجولار يونت فيكتور. ذني اثنين يونت فيكتورز مختلفين مشتقين، ذني لازم اتخلص من عندهم، لازم اتخلص من عندهم. زين شلون اتخلص من عندهم حتى تكون معادله واضحه الي اقدر مباشره استخدمها لايجاد التعجيل؟ شلون؟ ارجع المعادلة 2.12 اللي قلت انه مشتقة الاي ار دوت يعني مشتقة الراديال يونت فيكتور يساوي لي ثيتا دوت اي ثيتا، ومشتقة الانجولر يونت فيكتور الاي ثيتا دوت هي يساوي لي ناقص ثيتا دوت اي ار، ذني اعوض بما يساوي الاي ار دوت وبما يساوي الاي ثيتا دوت، اعوض بما يساويهن من معادله 2.12، هاي اجيبها واعوضها بهاي المعادله اللي هي اشتقيت من المشتقه الفي اللي في اتجاهيه، هاي المشتقه خمس حدود، راح اشيل الثيتا دوت واعوض بما اي ثيتا دوت اعوض بما يساويها من معادله 2.12، وايضا الاي ار دوت اشيلها واعوض بما يساويها من المعادله 2.12، فبعد انا اعوض وابسط راح يطلع عندي المعادله مال التعجيل الاتجاهي يساوي لي ار 2 دوت ناقصا ار ثيتا دوت سكوير كل مضروب في الاي ار في الفكتور الراديال زائد ار ثيتا 2 دوت زائد 2 ار دوت ثيتا دوت الكل مضروب في الانجولر يونت فيكتور. يعني هذا معناه مقدار، شو هذا القوس الاول مقدار وهذا اتجاه راديال، وهذا مقدار، شوف هذا مقدار، هذا القوس كله مقدار وهذا اتجاه انجولر. مفهوم؟ مفهوم؟ هسه لا ننسى ترى الثيتا 2 دوت معناها التعجيل زاوي، والثيتا دوت معناها سرعه زاويه، هاي خليهن ببالك، يعني خليهن ببالك. هسه اجي اذا الاي ار شنو معناه اي ار؟ يعني الراديان، عفوا الراديال، تعجيل راديال، ماجنتيود اوف راديال اكسلريشن، مقدار التعجيل الراديال القطري. ايش قد؟ هذا القوس، هذا شوفه بدون الاي ار،
هذا القوس هذا شوفه هذا هو مقدار سكيلر مال التعجيل باتجاه الار. والاي ثيتا ايش راح يكون؟ راح يكون هذا القوس شوفه هذا ار ثيتا دوت زائد 2 ار دوت ثيتا دوت هذا القوس بدون الاي ثيتا. هذا القوس شوفه هو مقدار التعجيل مقدار التعجيل الزاوي بدون اتجاه. يعني شنو؟ يعني اي ثيتا باتجاه ثيتا تعجيل باتجاه ثيتا باتجاه واضح؟ فراح يكون اي ثيتا يساوي ار ثيتا 2 دوت زائد 2 ار دوت ثيتا. فاذا راح يكون التعجيل الكلي هو مقدار سكيلر التعجيل الكلي هو مربع التعجيل الراديال زائد مربع التعجيل باتجاه ثيتا الكل تحت الجذر. واضح؟ مفهوم؟ مفهوم؟ واضح؟ وممكن ان ناخذ اكسبريشن استبدالي يعني نستعوض عنه باستخدام الثيتا كومبوننت الترناتيفلي بديل. يعني نقول الاي ثيتا هاي شوف الاي ثيتا هاي ممكن تكون واحد على ار في الدي على الدي تي ار سكوير ثيتا دوت في مشتقة مربع نصف القطر في الثيتا دوت. يعني كانما ما مشتقينها هاي الار. يعني اذا اشتقيتها ايش راح تطلع؟ راح تصير 2 ار دوت ثيتا دوت. هاي تقدر تكتبها نفسها وتقدر تكتبها تقول واحد على ار في الدي على الدي تي هاي نفس الشيء ماكو فرق. وهذا الشكل اللي هو 2.14 يوضح لي اتجاهات المشتقات هاي الاتجاهات مالتها. طبق على هاي المعادله ولهنا اكتفي هذا الموضوع شرح هذا الموضوع.